مشاهدي قناة شاب قناة شفت غير مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. كما كتشوف معنا مشاهدينا الكرام حنا في هذه اللحظات كنتواجدوا بقلب المقبرة ديال مدينة الزور مدينة المحمدية، المقبرة اللي كما كنعرفوا أنهم كندفنوا فيها الموتى ديال المسلمين، الموتى ديال ساكنة مدينة المحمدية. للأسف ولينا كنشوفوا واحد الظاهرة ديال أن مقبرة مدينة المحمدية كتحول لسوق ديال البيع والشراء، للأسف ولينا كنشوفوا أن مقبرة مدينة المحمدية كتحول لمحطة ديال المتشردين والمتسولين اللي كيجيو كيطلبوا وكيسعاو هنا في هذه المقبره هذه. والكارثه العظمى والطامه الكبرى هي اننا ولينا هنا كنشوفوا واحد الظاهره اللي هي اننا ولينا كنشوف بعض الفقهاء بعض اللي كانوا راسهم مقرئين، كتلقى واحد ما مضي حتى الوضوء وكيجي كيدير فراسو فقيه كيبدا يقرا على عباد الله. مقابل ماذا؟ مقابل باش يجي واحد يعطيه واحد 100 ريال، مقابل باش ان يجي واحد يلوح لي 10 درهم ولا 20 درهم، كيف يعقل اننا في 2024 وباقي كنشوفوا الظواهر هذه؟ كيف يعقل اننا في 2024 وباقي كنشوفوا ان بنادم كيبيع كلام الله؟ كيف يعقل اننا في 2024 وباقي كنشوفوا ان بنادم باقي كيتاجر بالكلام ديال الله عز وجل؟ ان لم تستحي فافعل ما شئت. فما عرفتش انا شنو اللي كيخلي هاد السيد هادي يدير هاد الحاله هادي، ما عرفتش شنو اللي كيخلي ان هاد السيد هذا كتلقى واحد من مضي حتى الوضوء. الاخوان بزاف ديال الناس غيقول لك باش عرفتي كنتي معاه، اقسم بالله العلي العظيم هذاك النهار شفت واحد تبعته بعينيا غادي مشى قدا الحاجه ديالو، معاه جا وما غسل لا يديه ما غسل حالته ما والو، جا قال لي اخويا اقرا شي بركه، بدا كيقرا في القران، ساله عطاه 20 درهم. واش هذا هو الايمان؟ واش هذا هو الاسلام عندكم يا عباد الله؟ واش هذا هو الاسلام؟ كتلقى واحد كافر كيبيع كلام الله، كتلقى واحد لقول باش انه يجي يقرا صوره بواحد باش يعطيه 400 ريال، راه اقل ما نقدر نقول عليك انت يا مؤمن. ملي وليتي كتشوف واحد كيبيع في كلام الله، وليتي كتشوف واحد اللي قدروا نقولوا خاص الناس يعني واحد خاص واحد يجي يقرا على راسه، كيجي واحد كيبدا كيدير راسه زعما راه حافظ. والكارثه العظمى اننا ولينا كنشوفوا بعض الفقهاء كيجي عطيتي 20 درهم يقرا لك صوره طويله، عطيتي 100 ريال يقرا لك صوره قصيره، عطيتي 2 درهم يقول لك الله يرحم الوالدين وقرا الفاتحه ويمشي بحاله. واش هذا هو الاجر عندكم؟ واش هذه هي الجمعه عيد المؤمنين كيجيو الناس تزوروا وترحموا على الموتى ديالهم؟ ولينا كنشوفوا مقبره مدينه المحمديه تحولت لمحطه ديال المتسولات والمتسولين. قدام الباب ديال المقبره ما تقدرش تدخل، كتلقاهم دايرين النوبه. والغريب في الامر بزاف ديال الناس الاخوان هذه رساله، وليو تعرفوا لمن تعطيو الصدقات، وليو تعرفوا لمن كتصدقوا. راه اقسم لكم بيمين الله وحده هي قدام الباب كاينه تماك دايره راسها عرجه برجليها وكتمشي ما واقع عليها والو. كاينين بعض المتسولات تماك كتجي لهم يعني تيجيو لهم يعني بالشيفور كيجيو يعني ديال السيارات ديال التطبيق كيجي كيهزهم. فتخيل معايا وحده كتقول لك صدقه في سبيل الله، الله يرحم الوالدين، خبيزه نعاود بها وليداتي، كتقولها في الصباح العشيه كتجي لها طوموبيل، العشيه كتجي لها البام ولا الروجي يهزوها. فهاد الشيء غيقول لك انت كتخربق. بزاف ديال الناس تقول لك وا زايد اش تقول، هضره الواقع، هضره الواقع. ولينا كنشوفوا بنادم بسبب الطمع بسبب الفلوس ولا باغي يبيع كرامته، ولينا كنشوفوا واحد بسبب الطمع بسبب الفلوس باغي يبيع شرفه، وإلا كنشوفو راجل مربي اللحية ماشي باش يعبد الله، مربي اللحية باش يبيع كلام الله. حشومة وعيب وعار، راه حشومة وعيب وعار. وإلا كنشوفو مقبرة كنجيو كنبغيو نزورو، معا كتوقف قدام القبر ديال باك ولا شي واحد من العائلة ديالك، معا كتوقف قدامو، خويا نسقي لك، خويا نقرا لك، صدقة، عطيني خبيزة، عطيني هادي، أش هاد المزالة هادي؟ أش هاد الحالة هادي؟ اش هاد الفضيحة ولينا كنشوفو في المقابر ديال مدينة المحمدية؟ واش هادي هي حرمة الميت؟ واش هادي هي إكرام الميت يدفنوه؟ ولينا كنشوفو بنادم كيجي كيترحم على الموتى ديالو كيولي خاف يجي الروضة.
ولينا كنشوفوا واحد باغي يجي يطرح مع الموتى ديالو كتلقى صحاب خبزه وشويه التمر وشويه الحليب وشويه هادي اقرع لك ندير لك نفعل لك اقرع على راسك. وواحد كتلقى السيمانه كله عطاه القراعي الشراب والسكره والكار والحشيش نهار الجمعه كيجي حتى هو يدير في راسه فقيه كلب الجلابه مقطعه زعما راني بوهالي. اش هاد الحاله ولينا كنشوفوا الاخوان، اش هاد المصيبه ولينا كنشوفوا هنا في مدينه المحمديه وفي المغرب كامل. ولينا كنشوفوا بنادم كيبيع كلام الله، ولينا كنشوفوا بنادم ولا كيقلب على الفلوس بالطمع، ما بقاش كيهمو واش حلال ولا حرام، المهم ندخل الفلوس ولو على حساب الموتى. فشنو دير بهاد الناس هادو باش اننا ما نترحموش عليهم؟ شنو دير بهاد الناس هادو مساكن اللي موتى اللي ندعيو معاهم الرحمه والمغفره كنجيو كنبقاو نعذبو فيهم؟ اقسم بالله انا جاي دابا غنترحم على واحد السيد تا كنشوفو هاد الفضيحه هادي، جايين باغي نشوفو سيد تا كنلقاو بنادم هنا الطلابات موجودين هما كتلقى السعايات قدام الباب ها اللي مقطوعه على رجل ويا ما مقطوعاش على رجل خازناها ها اللي دايره راسها مشله ها اللي دايره راسها عميه ها اللي دايره راسها ما كتشوفش ها اللي دايره راسها ما كتسمعش ها اللي دايره راسها مقطوعه على ايد. هذاك النهار جاو البوليس كلهم ناضوا كيجريو العميه ولات كتشوف العرجه ولات كتجري اللي مقطوعه على يديها نمتات ليها اليد. والمصيبه ملي تبعهم البوليس نقزوا بداو كينقزوا فوق القبوره فين هذاك حرمه الميت؟ وإن لم تستحي فافعل ما شئت نقوله ونعودها. ما فهمتش أنا مقبرة ميت عنده حرمة وكيتم انتهاك ديالها بهاد الطريقة هادي؟ ما عرفتش أنا واش هاد الناس هادو اللي كيبيعوا في كلام الله واش كيخافوا الله ولا لا؟ ما عرفتش هاد الناس هادو اللي كيبيعوا في كلام الله واش عارفين بينهم وبين الله ولا لا؟ فانا نقدر نقول لك انا مازال لك انت كتجي قرا قران كتقرا على شي بركه تقرا على كل شيء وتمشي بحالك متفق معاك الله يثبت الاجر. اما يا خويا باش تجي اعطيني 400 درهم نقرا لك صوره طويله تعطيني 10 درهم نقرا صوره مويان تعطيني 100 درهم نقرا صوره صغيره ما تعطيني 2 درهم نقول لك الله يثبت الاجر ومشي بحالي؟ هذا ترى ماشي مسلم اخويا، الاسلام ما قالش بحال هكا اخويا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ملي ولينا كنشوفوا حنا هاد الحاله هادي راه مابقى ما يعجب، ملي ولينا كنشوفوا كلام الله كيتباع راه مابقى ما يعجب، ملي ولينا كنشوفوا المتسولين والمتسولات كثر من الموتى اللي كاينين هنا راه مابقى ما يعجب. وهذه رساله غنبغي نوجهها للناس اللي كيجيو هنايا للمقابر يزوروا. باغا تعطي الصدقه عارفين لمن تعطيها، باغا تعطي باغا تصدق على هاد السيد اللي مات سيري اختي راه شوفي شي واحد حدا ساكن حداك كتعرفيه ما عندوش، شوفي شي مرا حداك مسكينه ارمله ولا يتيمه ولا هادي ما عندهاش، شوفي شي مرا مطلقه ولا ما عندهاش الراجل ما عندهاش عاونيها، شوفي شي اسره ضعيفه عاونيها. راه كتجي هنايا اختي قدام الروضه كتقولي غناخد التمره التمره كيعاودوا فيه البيع، غتقولي غناخد نعطيهم الخبز الخبزه كيعاودوا فيه البيع، غتقولي غنعطيهم الحليب الحليبه كيعاودوا فيه البيع. إلا من رحم ربك، ما كنعممش، إلا من رحم ربك اللي كاينين اللي قادرين نقولوا أنهم يستاهلوا المساعدة، ومساكن هذوك اللي كيستاهلوا المساعدة ولاو كيحشموا أنهم يجيو للمقبرة هنا. ما عرفتش أنا شنو كيخلي هاد الناس يديروا هاد الحالة هادي، ما عرفتش شنو كيخلي أن هاد الناس يبيعوا كلام الله، ما عرفتش شنو كيخلي أن هاد الناس هادو كيفرقوا بينهم وبين الله بهاد الحالة هادي وهاد المصيبة هادي. والله يعفو على هاد الناس هادو، الله يعفو على هاد الناس من اللي ولينا كنشوفو بنادم كيبيع كلام الله، الله يعفو على هاد الناس هادو من اللي ولينا كنشوفو بنادم كيشد الخبز كتقول ليه عطيني خبيزه ناكل راني مجوع راني جيعانه وما عندي ما ناكل وراني ما معشياش وما مغدياش، كتجي مسكينه كتعطيها خبزه كتمشي تعاود فيها البيع. فكنتمنى منكم مشاهدينا الكرام انكم تدعيو مع هاد الموتى هادو بالرحمه والمغفره، الله يرحمهم ويغفر لهم ان شاء الله. الله يرحمهم ويجعل قبرهم روضا من رياض الجنه. فكما كنشوفوا وليدات صغار مدفونين هنايا الكبار مدفونين، فهذه رساله كنقولوا ان الموت ما كتعرفش شي واحد، الموت علينا حق. ان لله وان اليه راجعون، ان لله وان اليه راجعون. كنتمنوا انكم تدعوا مع هاد الناس هادو بالرحمه والتواب بالرحمه والمغفره. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا فمباشره من مدينه المحمديه بالضبط مقبره المحمديه. فبزاف ديال الناس غيقول لك زيد ما كتغوتش،
بزاف ديال الناس يقولك زيد ما كتهضرش جد. فالحرقه اللي ضربتني على هاد المقبره هادو اللي كتشوفوا ان المتسولين الطلبه اللي كدرسوا فوقها هو ما مضيتش الوضوء كيبيعوا كلام الله كدروا. الى هنا مشاهدي قناه شعب قناه، شفت هذه نكتفي بهذا القدر على امل نلقاكم بنت مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.